رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لجولتنا في السوشيال ميديا. في البداية بنهني كل المصريين بعيد القيامة المجيد، يا رب كل سنة ومصر بخير وسعادة وفرحة. ونبتدي مع محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كتب على الفيسبوك: كل عام والإخوة المسيحيين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، فترة مليئة بفرحة الأعياد لكل المصريين حتى وإن اختلفت العقيدة، حفظ الله مصر وأدام علينا الفرحة والأعياد والأمن والسلام. كمان وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق كتب على تويتر: إخواتنا المسيحيين عيد قيامة مجيد، كل سنة وحضراتكم طيبين. نروح لصفحة فريق شباب الأهلي لكرة القدم على الفيسبوك، واللي احتفلت بتتويج فريق الشباب لكرة القدم مواليد 97 بلقب دوري الجمهورية وبالفوز على الزمالك 2-1 في ختام المسابقة، وكتبت الصفحة: نعتقد أنه خير ختام لأبطال دوري الجمهورية بالفوز على الزمالك بثنائية أبطال، هدفين لأحمد الشيخ وميشو عمارة. أما أحمد الشيخ واللي شارك في مباراة امبارح مع فريق الشباب فاحتفل بالفوز وكتب: أحسنتم يا شباب، فخور أني كنت جزء من مباراة امبارح، شكرا على كل شيء، الأفضل لم يأتي بعد. محمد هاني لاعب النادي الأهلي نشر صورة لي من التدريبات وكتب: سعيد بعودتي مرة تانية. محمد شريف لاعب الأهلي كتب على انستغرام: ليس الفخر أن لا تسقط، ولكن الفخر أن تنهض كلما سقط. حساب نادي برشلونة على تويتر واللي احتفل بتتويج برشلونة بلقب الدوري الأسباني وكتب: على عرش الليجا 8 مرات في آخر 11 سنة، هكذا نجعل الخارق للعادة يبدو طبيعي. أما رئيس نادي برشلونة جوزيف ماريا بارتيميو فكتب على تويتر: نحتفل بلقب الدوري الثامن في 11 عام، عصر الفوز مع طريقتنا الخاصة لفهم كرة القدم، ما هو غير عادي هو أنه يبدو طبيعيا، مبروك لعشاء برشلونة حول العالم. حساب اس بالعربي على تويتر كتب: برشلونه يحكم الليغا. كمان ايفان راكيتيتش لاعب برشلونه نشر صوره على تويتر وكتب: الابطال. احتفل كمان لاعب برشلونه ارتور فيدال، نشر صوره على تويتر وكتب: ابطال الليغا. حساب في الجول كمان نشر صوره للويس سواريز وابنه من الاحتفال بتتويج برشلونه وكتب: من شابه اباه فما ظلم. كمان حساب يلا كوره على تويتر كتب: الاسطوره ليونيل ميسي يحقق اللقب الدوري الاسباني رقم 10 بقميص برشلونه. كمان الحساب الرسمي للفيفا بالعربي على تويتر كتب: بعد مباراه انتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الايطالي، كريستيانو رونالدو بيسجل الهدف رقم 600 في مسيرته مع الانديه اللي لعب ليها لحد دلوقتي. كمان بلاتشر فوتبول كتب على تويتر: لاول مره من 2009 ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ابطال الدوري في نفس الموسم. اخيرا حساب نادي ليفربول الانجليزي على تويتر كتب: كل التوفيق لفان دايك وترانت ارنولد وساديو ماني الليله في حفل جوائز رابطه اللعيبه المحترفه. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في الدستور.